وإلى فقرتنا التالية، سالكة وأمني. إلى غرفة التحكم المروري مع المؤهل الأول محمد معتوق. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. أنت كمان عندنا طرقات مقفلة صباح اليوم يبدو. لا، معنا بالمبدأ معنا طرقات مقفلة حتى الساعة، يعني فإن فقط بس بمدينة بيروت محل أسقط مقفلة، وفي عنا بصيدا الأوتوستراد البحري قاطعين الطرقات أمام بكفي. محطة البنزين بسبب عدم التعبئة نعم. للمواطنين، يعني اوكي. متجمعين بس ما بيعبوا، عشان هيك قطعوا الطريق. هذا المنطقتين الوحيدين المقفلين، وباقي الطرقات مفتوحة. عندنا أكيد حركة ناشطة مثل كل يوم تنين على مداخل مدينة بيروت. عندنا مدخل جنوبي كمان عندنا حركة كثيفة على الدامور بسبب وقوف السيارات أمام محطة البنزين المقفلة بعدها. والأنفاق كمان عندنا حركة ناشطة. المدخل الشمالي عندنا بتبلش من نهر الكاتب باتجاه الضي حتى أنطليس حركة ناشطة. من نهر الموت باتجاه بيروت حركة كثيفة كمان بسبب وقوف بعض السيارات أمام المحطة. نعم. بيروت وضواحي بيروت شبه عادية حتى أسفل. الحوادث خلال 24 ساعة مال سجل عنا 12 حادث، للأسف نتج عنا قتيلين و13 جريح. السرعة الزيادة سجل عنا 678 محضر سرعة زيادة خلال 24 ساعة الماضية. نحن مثل كل العادة عبر شاشتكم بنشهد للمواطنين التأيد بالسرعة المحددة وعدم التلهي بالهاتف. ونحن دائما على تواصل مع الخط السخن 17 20 او 112 لتلقي الشكاوي مال سوسع حالة الطرقات. نعم. كل شيء. شكرا لك المؤهل الأول محمد معتوق من غرفة التحكم المروري.